يعني أول شيء من مشكلة النور، كان عنا عدة كشافات على عمدان بيضون وما بيضونش، فبقن مع أتمال. نحن في مينة خان يونس كنا بنعاني من سوء الإضاءة، أصبح اليوم إنارة يعني بشكل جيد جدا يعني. من أفضل المشاريع مرت على صيادين، لأنه هذا المشروع قلل من المخاطر، قلل من تكسير الحسد. أصبح الصياد اليوم بيرى الميناء عن مسافات يعني بعيدة. الواحد صار من بعيد يشوف محصاله بالضبط، وين بالضبط النقطة اللي بده يحصل فيها. أحسن وقت تريحنا فيه مشروع الطاقة الشمسية من الحكومة اليابانية. نشكر جمعية الملاحين اللي ساهمت وجابت المشروع طاعة الطاقة الشمسية من الحكومة اليابانية لخان يونس. وإحنا بنشكر كل من ساهم في هيك مشروع.